رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بصحبته وزراء الداخلية والخارجية والمالية والتخطيط والأمن الوطني، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والوزراء في الرياض، تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية. كان في استقباله الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض. فؤاد معصوم التقى بالملك عبد الله ووصف اللقاء بالصريح والجدي. جلالة الملك يتميز بالوضوح وصراحة، فبكل صراحة أكد على أنه يريد أن تكون العلاقة بين المملكة وبين العراق أن تكون علاقات جيدة، وأن المملكة مستعدة للتعاون مع العراق في المجالات الممكنة. الوزراء الحاضرون وصف بعضهم الزيارة بالجيدة. أعتقد هذه الحكومة تحظى بالدعم الوطني الداخلي، بالدعم الخارجي، تحتاج إلى دعم عربي حقيقي أيضا، وعبرنا عن شكرنا للمملكة حول مشاركتهم في التحالف الدولي في توجيه ضربات جوية إلى قواعد القاعدة في سوريا، وهذه كانت خطوة كبيرة من جانبهم ومؤشر بأن المملكة تقف مع الجبهة المضادة للإرهاب. إعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل بالإضافة إلى التعاون على الصعيد الأمني هو ما دار أيضا في اللقاء الصريح مع الملك عبد الله. بادرت المملكة العربية السعودية وأكدت في أكثر من مناسبة على لسان سمو الأمير سعود الفيصل بأنها جادة بفتح السفارة السعودية في بغداد، انطلاقا من الجو الجديد في المنطقة الذي وفرته مع الأسف ما قامت به داعش من عمل. وفرت جو إقليمي جيد بدعم دولي والتحالف الدولي، والسعودية طرف أساسي في هذا التحالف. زيارة كسر الجمود وإذابة الجليد في العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية والعراق من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية. إذابة الجليد هذه ربما تحتاج إلى أفعال واقعية بشر بها الحاضرون، ربما سترى النور خلال الأيام المقبلة. من الرياض في المملكة العربية السعودية، فلاح الذهبي، الحرة.